آخر التطورات الميدانية في محافظة همام، ومع الريف الشمالي نبدأ، حيث جرت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام ضمن معركة غارة الله على حاجز جب أبو معروف غربي تضبيط الإمام. وكانت هذه الاشتباكات متزامنة مع قصف مدفعي وصاروخي من السكنات العسكرية المحيطة بمدينة حماة على المنطقة. وفي ساعات الصباح الباكر تمكن الجيش الحر من تحرير الحاجز وقتل فيه 10 عناصر واغتنم أسلحة وذخائر متنوعة، كما استشهد خلال المعركة 3 عناصر من الجيش الحر. وبعد تقدم الذي أحرزه الجيش الحر، قامت طائرات النظام الحربية بقصف منطقة الوبيدة بالبراميل المتفجرة، ولم ترد أنباء عن أي إصابات. وفي سياق متصل، تعرضت مدينة اللطامنة إلى قصف مدفعي من قبل قوات النظام المتمركزة في حاجز دير محردة، مما أدى إلى تهدم عدة منازل فوق ساكنيها. سقط على أسرها 3 شهداء وعدة جرحى. وفي الريف الغربي، قامت قوات النظام مدعومة بالشبيحة باقتحام بلدة حيانين وشلت حمل نهب واعتقالات وحرق وتهديم للمنازل. وفي سياق متصل، قام الجيش الحر باستهداف معاقل قوات النظام في مدينة الصقيدبية بصاروخين جراد، ولقد تم تحقيق إصابات مباشرة فيها. وتأتي هذه العملية ردا على اقتحام بلدة حيانين من قبل شبيحة الصقيدبية. وفي الريف الجنوبي، تعرضت قرية الدمينة إلى قصف براجمات الصواريخ من قبل قوات النظام المتمركزة في جبال البحوث العلمية، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المنازل والبنية التحتية للقرية. كما تعرضت بلدة شنان وقرية جرنة العاصي إلى قصف في الرشاشات الصقيلة من قبل حواجز النظام المحيطة بهما، ولم ترد أنباء عن إصابات في المنطقة. وأخيرا في المدينة حماة، حيث جلت قوات النظام حملة مداهمات وتفتيش في حي طريق حاب والبياض وكرم الحوراني والقصور، أسفرت عن اعتقال عدة أشخاص منهم في سن الخدمة الإلزامية. وفي سياق آخر، انتشرت ظاهرة تواجد عناصر من قوات النظام في داخل المساجد في حي القصور والأربعين، ولوحظ أدائهم للصلاة وأمامهم فخارات، مما أكد أنهم من الطائفة الشيوعية الغير متواجدة في المدينة. كما لوحظ في حي طريق حلب احتلال عائلات ضباط المخابرات منازل تركها سكانها منذ عدة أشهر بعد معركة ناصح الحلواني، خوفا من الاعتقالات والإعدامات الميدانية. وتأتي هذه الأعمال كسياسة ممنهجة تتبعها قوات النظام لتهجير السكان الأصليين وتغيير طبيعة المدينة ذات الأغلبية المسلمة السنية. شبكة حماة تناديكم.